انا من العام اللي فات كنت متمني يكون موسم ثاني في كاش ولا سبلاش، والحاجه اللي حفزتني هذا العام في الموسم الثاني تاع كاش ولا سبلاش انه قناه الشروق خلاتها 100% لفعل الخير للجمعيات الخيريه ذات الطابع التطوعي. والحاجه اللي خلاتني نزيد نفرح اكثر انها دائما مليار سنتيم. والحاجه اللي فرحتني اكثر انا ما شاك فوا يجيبوا لي صحابي لي زارتيست لي زانيماتور لي زاكتور لي جوار، كل حلقه وعندها ناسها، واليوم عندنا قوه الاجسام 12000 فولت. ما نطولوش عليكم، كاش ولا سبلاش. اللي عنده تيليكوموند في الدار غير يحط قناه الشروق ويرميها باش نجوزوا وقت شباب معاكم انتوما بيان سور في كاش ولا سبلاش الموسم الثاني. زوج فرق اليوم، بابا 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 نحبهم بزاف، ماشي غير انا، الجزائريين يحبوهم بزاف. الغناء تاعهم بسيط جدا، الحق حتى ال 100 مليون في اليوتيوب. هادو ما يكونوا غير فريق عبدو ليكيب تاع البراعي. كل روح رياضيه انتم 10 ياك 10 وي ونعرفكم بوم ما نعرفكمش بزاف ما شاء الله عليكم صافي صاحبي امين الله يسفيق على الله يحفظك عمار ربي يحفظك العزيز عجبتك هديه بوكي زعفي بوكي زعفي زعف يزعف انا بيت صح صاحبي اسمع خليك هكذا بعيد خير قول لي علاه علاه باسكو لو كان جات بيدي كل دقيقه نرميه في البير يا اخي باك شكون قال لك لي هلكك صدقني ماني حاب نكون اسمع هذه دقيقه مانيش حاب نكون صاحبي اسمع هذه خليت الفويونج دو لونس تاعي وجيت سبيسيالمون نحضر ليميسيون عند الولد با 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 دوري تفيقه سيد كان فويونج دو لونس جا للجزائر العاصمه ويعاود يروح ويعاود يولي با با واش رايك؟ ها؟ باش تعرف المحبه اللي بيناتنا خويا عمار شفت عبدو واش راك؟ صافا الحمد لله صافي بليزير يعطيكم الصحة سعيدنا لكم جيتو ديريكتومون الله يسلمك خاصة للهدف النبيل صافي بليزير اليوم بليزير خويا امين حبيبي صافا والله الحمد لله ما نخافش عليك راني الاز تي ان اونفون دو لا تيلي دو لا راديو كوميديان كوميك شونتور تو سكو تو فو الحمد لله جيت اليوم ديريكتومون بور لا بون كوز دير في بالك بلي حاجه انا وليكيب تاعي وين كان الخير انا تما من الاخر نقطه الى الصدر عباك اللي من يشبه سيدو جيبان ستار ربي روح قول لي مامون جي غاتي لافيون كي يكبر شويه كيفين ماكاليستر كيفين ماكاليستر ربما ربما ما قالوهاليش من قبل مرحبا بك سيدي احمد الله يسلمك توجور ان مومبر من براعم توجور الناس على كل حال الناس يعرفوا فرقه براعم توكس وعلى بالهم بلي وين يكونوا مناسبات كيما هذوما وين نقدروا نديروا الخير ونقدروا نعاودوا نعاونوا الناس اللي في دون لو بوزوان حنا الاولين اون دي جامي نو انا راني هنا باش نمد لكم لاسيورونس اوكي انا راني هنا باش نمد لكم الثقه تري بيان اسكو توريست ولا لا لا اه توريست توريست سي بون توريست 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 ماشي توريست توريست عندي سؤال برك تفضل تعاوننا معاونه ناشفه ولا مشمخه مش ناشفه ناشفه بصح تطلع مشمخه اوكي صح اخويا 500 مليون راهي قدامكم تري بيان اذا عندكم الاجابه روحوا ديريكتوم الاجابه الصحيحه اذا ما عندكمش امين عبد الرحمن والاستاذ احمد اقسموا المبلغ لو ماكسيموم اوكي اوكي سي بون فيها صحيتو شكرا من فريق براعم والليكيب تاعهم نروحوا للمؤثرين دائما ببرنامج هادف بيان سور سي كلير اي سي نورمال هذه ايناس والفريق تاعها اسمعني اسمعني Ah, ريك 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 ري
ليتس جو. حبس 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 حبس. دخلوا بقوة عمار، دخلوا كلاش. لا 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 أمين أمين. أنا مفهمش أنايا. ما تطش عليا. أنا أنا أنا. تفضل. هادو نجيريهم. باينين. ندير فيهم واش نحب. شوف كيفاش العباد اللي جبتهم مع هالمخلوقة. أنا جيت باش نربح. بصح جيت الدار بنتي. باينة. شو سير؟ شو السيد؟ نربحه بأي طريقة كانت صاحبي. أنا 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 طويل. هذا وليد خالد مليون دولار. مليون دولار مليون. إذا سي كابيتان ديكيب. أنا هي كابيتان. تقلبوا تقلبوا. أوكي. حطيت لهم فلوس شغل غارد كور. إكزاكتومون أنا خايفة شوية يعني. وش راكي إيناس؟ ولا غير صباح الحمد لله. مؤثرة معروفة عبر الانستغرام فيسبوك بالبرنامج الهادف تاعك. ميرسي بوكو. جيتينا اليوم باش نلعبوا في كاش ولا سبلاش على مليار سنتيم. بيان سور بور لا بون كوز. بور لا بون كوز دائما احنا نسيو نديرو محتوى هادف باش هكا اللي تاني يشوفونا يتاثروا بحاجه ايجابيه. واليوم اون لا بور ايدي دي اسوسياسيون اللي يسحقونا وان شاء الله المشاهدين حيعجبهم الحال اي كاع نفرحوا اليوم ميم لو كان نطيحوا في الماء. اش عندك في الانستغرام؟ عندي 1 مليون. 1 مليون. ماما مليون يتبعوها عمار بالك. شحال هادي انستغرام عندك؟ هادو مليون. يعني انت ثانيك انستغرامر نقدر نقولوا مؤثر صانع محتوى صانع محتوى ديال عسل مليحه. حبيت نسقسيك سقسين جو بونس كو في الوقت الحالي صناعه المحتوى ثقيله عليكم باش تلحقوا ان ميساج اللي يكون هادف للناس اللي تشوف فيكم. وي صح اليوم كما قالت ايناس رانا نسيو نديروا محتوى اللي نجوزوا فيه ميساج اللي نقدروا نديروا به الخير كما اليوم. غادي شاب شاب زايرين وي 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 يس قنعتني في هذه. شو خويا حبيبي انت بالك بارك الله خويا البوا مغرو راك محميد حبيبي ما تنساش راسك راك في حمايتنا خويا خصك رانا اشكرني بصحانة ثاني ارواح اشكرني خصك اسمع قول لي ما تخافش نفتح البير قول لي عجبتني مليحة مليحة هادي قول لي في رجلي في رجلي لا لا روح روح خويا روح عطيت فيك على تزايرك وي وي انت ثانيك صانع محتوى انستغرامر انستغرام وتيك توك وفي يوتيوب العودة هاد الايامات الله يبارك خويا ما شاء الله ما شاء الله واش تعطي ان كونسي للناس اللي تشوف فينا وللامانه ليكيب تاع عبدو وامين وليكيب تاع ايناس ويانيس وتزايرينغ وحتى سيد احمد ان نون با ايزيتي كي عيطنا باينا 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 داوا تزايرينغ وشنو هو الميساج تقولوا للناس اللي تشوف فيك؟ خاوتي حبوا فاميلتكم وصحابكم وعرفوا تخيروا صحابكم في هذه العفسه الهايله كاع في الدنيا. احكي لي انا تي هو صاحبي خويا ما تي هو صاحبي ايماجيني وتزايرينغ صاحبي قول لي كيفاش نمشي في الحوم ضربهم كاع ضربهم كاع كومون زيد عرض زيد 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 شويه زيد زيد ايوا عاودوا طران تشوف فيها أمار. تشوف فيها هكا صحفي يا خويا مسحفي انا ما خليها وحبيت صوري وليت صور مع الخير صراحه راح 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 هيا سي بون سي بون ولي ولي سي بون سي بون افريك افريك شاب 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 اكو على بالكم قانون اللعبه عندكم 500 مليون اذا عندكم الاجابه الصحيحه روحوا ديريكت في مول بير ايناس اذا ما عندكمش الاجابه الصحيحه اقسموا بلوس دو بروبابيليتي تقسموا بلوس دو شانس باش تربحوا اوكي اوكي بدا سريع دقيقة باش تتشاوروا 60 ثانية 60 ثانية لازم تكونوا ديريكتومون في البير اوكي اوكي بدا سريع القرعة في لي كوليس قالت بانه بيان سور عبد الرحمن والفريق تاعو هما اللي حنطرحوا عليهم السؤال الاول. السؤال الاول لعبد الرحمن وامين وسيد احمد يقول اقلع فرار كم يبلغ طول الشريط الساحلي لولاية جيجة؟ سهلة. كم يبلغ سهلة بزاف طول الشريط الساحلي لولاية جيجة؟ سهلة بزاف سهلة بزاف هذه سهلة أمين هادو ساهلين هاد لي كيسيون. الأول الاحتمال الأول 100 كيلومتر الاحتمال الثاني 103 كيلومتر الاحتمال الثالث 110 كيلومتر الاحتمال الرابع 120 كيلومتر سهلة هذه طب كرونو
بين 103 و 110 خان نقطة إلى السطر أنا نقول ربما 103 خامو مليح مولا 3 مام صوم مام صوم كم يبلغ طول الشريط الساحلي لولاية ديجل 103 110 120 كيلومتر 40 ثانية نروحوا 103 110 خير 103 110 لا غير أمشي خذ رأيي خو روح ل 30 ثانية روح أنا لد 103 راح أنا نروح للصن صافي هكذا راح تشمخ أنا في آخر واو خذ رأيي هنا واو بدي الرايو الطريقه اللي خلاها جاكي 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 وي زيد لي ها زيد لي ما تلو درام واش يزيد لك حبيبي زياده في الطعام كنت في الطروه رحت للكات ما فهمتش استحمد انا كنت بالي وتا هو العاقل فيهم صدقت انت هو هاري بوتر فيهم الله اكبر سيدي احمد وي تسمى فيها مطروه فيها للكات علاش بدلت اوه باسكو في اخر لحظات فكرت معلومه مهمه اللي هي بلي شريط ساحلي تجاجل في 120 كيلومتر ها بلي شريط ساحلي تجاجل في 120 كيلومتر والله 120 كيلومتر امين نعم فيها تشميخه اخو على بالي شي قضيه تشميخه ديال ديبار حنا نخسروا دراهم وعلى بالك بلي كاباب نروحوا ديريكتومون للدار اشفى مليح على 110 كيلومتر علاش نحيد 110 كيلومتر على بالك بلي الشريط الساحلي تاع ديجلا طويل خويا انا قلت له روح الطروه وين رحت راح للكروه انا مو محل الطروه تبعته للطروه تبعته للطروه على دانيال مينوت بدل راح للكار ها عظم الله اجر انا عبدو 103 ما قلتلكش الموطو 103 جيستمون ماشي الموطو صفني ثم نخمم ها سني ثم نخمم حسيت ماشي موطو هادي خويا تقدر تقسم المبلغ تحطه عند واحد نعم تسمى فيها ايوا رابيا او لا لا 200 مليون 200 مليون على 100 كيلومتر عبدو عطيني دراهمك ايوا عاود رد ليا 140 مليون والله طيح امين اوتوماتيكمون هنا بقاو لنا هادو لازم تحطهم هنا اخويا 160 مليون سكي سيو راح نخسروا بزاف دراهم 200 مليون بزاف 140 مليون بزاف و160 مليون بزاف علاه واي علاش نحيتو 110 كيلومتر ما نحيناهاش غلطنا رحتو لجيجل ولا لا لا رحنا استاذ احمد رحت ما ديناش معنا الميترا عبدو كيفاش نديرو شوف انا في الحقيقه جيجل رحت لها فما دفو بصح جامي ديت معايا ميترا جامي ديت معاك ميترا جامي علاش قلت لك يا خويا في ساعه الميترا لا لا بوف هبلتوني يا قضيه الامر زير يديك كامل حطيح زير يديك هبط راسك كامل هبط مليح عبدو هبط راسك استحمد ارفع رجلك لا دروات ترفد ترفد لا دروات ارفد لا دروات استحمد صحيت صحيت ريح هكاك صح اخويا صح وراك جاك كيما تاع تيتانيك وراك جاك اخرج جاك وراي لي كروس خويا هاي روز جاك راكو تضحكوا برده راكو تضحكوا بصح المشكل اللي راهو عندي انايا خسرت بزاف دراهم خسرنا دراهم خسرنا بزاف خسرت بزاف دراهم
ما نديو غير الكتبة أخويا عمار. ها؟ ما نديو غير الكتبة في الدنيا هذه. بصح أوكي، وي صح 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 صح. مي بور لا بون كوز سي مالوغ. قضي الأمر. باي باي. علاش صحابك بعتوك للطروة؟ على دانيال سكوند رحت للكات وجيت قولي المعلومه اللي عرفها. كيفاش عرفتها؟ فهمني. تفكرت سرنا. ها تفكرت انيكدوت. ايه واش تقول هاد الانيكدوت؟ وين رحت مع صحابي و ايه وصلنا اوتيل ما عجبناش، قال لك مشينا 120 كيلومتر. برافو واو. وانت انيكدوت هكذا تفكرتها ب 160 مليون. قلت ربما تعاوننا. هذه اغلى انيكدوت في تاريخ البشريه اخويا. قضي الامر. يا رحنا ب 160 يا خسرنا 160. هبط راسك مليح. زين. زين. زيد هبط راسك، غمض عينيك. غمض عينيك سيد احمد. اغلق نيفك سيد احمد، اغلق اغلق اغلق. بيدك معليش اغلق نيفك سيد احمد. وي سلكنا 160 مليون مع فرقة براعم دائما في كاش والاسفل. هيرزمون صاحبي يدي الميترا خويا، والله غير ستريسيتني انا صراحه قسما بالله. انا هو اللي راني معاكم كاع لا غير ستريس. عباك شغل عباك قلع الستريس كي قلت لنا على شي مينوتو طروا، قلت خلاص انا شغل جاتني جاني هذاك الديكليك. مي سي بيان. لا لا انا ما قصرتش. 160 مليون سنتيم سلكناها ايناس. واش بك انت؟ انا خايفه. انا كاع خايفين. شي غير انت يعني هنا فايرينغ هنا سيت سبع. اذا قدرتوا تعرفوا ديريكتومون روحوا، اذا ما تعرفوش اقسموا المبلغ. اوكي اوكي. السؤال تاع ليكيب تاع ايناس يقول اين توجد شلالات ساكافات؟ مرميده اللي صغبي تبربتوها في حياتك. والله ما يعرفها. والله ما يعرفها. بلونجي الي اوبس عروه وصبروا. سكاكاويش والله غير معروفه. سكاكافات سهله. وين جايه؟ معروفه. وين جايه؟ ما يقدرش يقول لك نعرفوها اخو. سهله ما يقدرش يعرفوها. هاي اين توجد شلالات سكاكافات؟ امينه بعد سكاكافات. الاحتمال الاول يا خوتي تحيا ناس جيجل. الاحتمال الاول ما كاش احتمال. شوف نشوفوا بهذه الجبال النمسا. الاحتمال الثاني النمسا كرواتيا. الاحتمال الثالث البوسنه ولا هرسك. الاحتمال الرابع بوسنيا هرسكوفين. اليونان. طب كرونو واش دي ياخذ كاكافات شغل لا قريب الروس. نو سي كريك باغراس لا بيها شلالات. اوبس واش دي بوسنيا هرسكوفين سكاكافات جونغ. سكاكافات شلالات. هاي نقصوا واش نديروا؟ واش نديروا؟ اللي قريبه لالونغ تاعها. سكاكافات سي جونغ كيرشوفيك. روحي 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 نقسموا خلاص. كاكافات في لاكرواتيا. انا نشوف في كرواتيا. واش جي بوسني؟ نمسا. انا راني في كرواتيا باسكو الهضره تاعهم كيما اليونان. انا ندير النمسا. حديت اينا زر واحد يزيد يدي. واش نديروا؟ 150 انا ما نديش بزاف. ندير النمسا. كرواتيا انا ندير بوسني. اصبر يا خو. مازال عندنا فاش سوكو يا خو هادو كاع يروحوا في النمسا. والله ما على بالوش معناتها النمسا. لوتريش لوتريش. اوه شحال النمسا. النمسا نيميرو 1. لا 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 ايناس انت كابيتان. يا 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 ي
ثانية مبقاش يا اخو نعرف دار طول الساحل تاع جيجلي لحبيت يا خاوتي سمحوا لي قلت لكم لاكراس ما فيهاش شلالات لو كان لاكراس فيها شلالات ما باليش دقيقة دقيقة قبل ما نبداو نطيحوا والماء وكاع النمسا وشنو سموتريش اوه هي هي صح ماما ايناس وي كيما يقولوا بالكاورية تي مال باغي اختي صدقيني تضحكوا نقدر نبدل بصح البروبليم على بالك فاش راني هابل الدومين تاعك توريزم بصح وين على بالي نسكك الدومين تاعها كاع لي بي دو مون بصح سكك هبات سهله سكك هبات انت رحت رحت سهله رحت لها شحال من خطره كاين شلالة العراد العداورة وكاين شلالة سكاكافات حاجة سهلة أنا نعرف غير تاع بجاية أنا نعرف شلالة عندها حندكة. ارتباط تسمية شلالة سكاكافات مع تسمية من أربع بلدان اللي اقترحناهم لك واو اللي فيهم السا يا النمسا يا ايش فيها؟ السين السا. حرف السين برافو بابا 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 مخك ثقيل ما شاء الله يوزن كي خممت لي هاد التخمام في الهيبه تما انت حبيت تقول بلي النمسا هي الاجابه الصحيحه انا نقول كرواتيا كرواتيا مقبي كرواتيا دوكا النمسا تبان لي نمسا يعني ساك كريغلو صاحبي دير عليا دير فيا كونفيونس كريغلو سلكت لها على بالك على ضمانتي يا ناس سلكت لها نعطيك نواطه سلكت لا سلكت لا زيد ندو كاسكيت راه تخليها لا لا خليها 150 مليون سنتيم شحال انا عندي في النمسا 150 مليون سنتيم على النمسا انا نامن بالنفسه باش بالنفسه 180 خويا نفسها نفسها ندي المسؤوليه انا 180 مليون سنتيم على كرواتيا 180 مليون سنتيم على كرواتيا عفوا اسكو على بالك بلي يشوف الكاميرا باش يشوفوك فوالا ميرسي تزايرين اسكو على بالك بلي عندك ان بروفيل تاع ان اكتور لاعس والله العظيم والله تشفيق على تزايرين هاي دولي جيستومون على ما درتش دي كاستينغ انت او برومي كاستينغ يدوك هاي جاي هاي جاي حاجه شابه هاد لي اه وي شحال في عمرك معليش قول لي شحال الله اكبر قل والله والله لا سيري اقسم بالله والله سيري والله ماشي نورمال تاعك 23 سنه ماما ما تقول لي عمي نتايا الله يبارك عليك ما شاء الله خويا عندك 33 خويا والله سيري والله 23 ولا 33 23 قل والله غير 23 والله ما لنا نروح مازالني اكثر ياك قضي الامر هبطي راسك ماما الله اكبر لا اله الا الله شنو نقول رسول الله لا 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 يما يما لا 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 في النمسا في النمسا انا اللي مأمن بالنمسا يا اخو الخيال بدك صواله في ناس يا زاي يا اخو والله نحبك صاحبي مانيش خايف إينا ساعطيها ردي بالك النمسا النمسا كرواتيا إيناس إيناس النمسا وش ما عندها يا 180 مليون سنتيم يا 170 مليون سنتيم ماما انت تانيك ايناس
علاش؟ انا حنسقسيك اختي ما تخافيش. انت تانيك من الناس اللي تقدري ديري درتي تنشيط مانيش غالط. وي 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 درت لا راديو درت لا تيلي وي درتي تنشيط في التلفزيون. انايا درت كرونيكوز. اه وي جي فان البريك تاعك واش كانت فاش؟ كنت ندير بزاف لي كانيولار تيليفونيك نتمسخر بالناس. اه وي قلت لكم راه جالس ما فيها الشلالات. يس درتي تاني كراديو. وي صح وتقلب صح في الماء. عباك واش راح ديري هاد الايامات؟ ماما حنطيح. نسي علاش ما قلت حنطيح سي بون شي بخيت. هاد الايامات راح تولي ديري الاوبيرا. فوالا راح تولي ديري الاوبيرا. راح تولي ديري الاوبيرا اختي. انا كنت عندي ايناس سيري روحك خذي العرض بالك يا ايناس. ماما ماما ايناس ايناس ماما سيري روحك سيري خلاص راسك انا غير نقول كاش ولا سبلاش اضربيها بصعيطه كاش ولا سبلاش. خدعتني ها خدعتني انا انت صاحبي والريح ما يقيسكش غير الماء قاسني مش غير الريح. بصح انا واش درت لك؟ او سي بون نمسى على بالي واش على بالي مور ما انا علمناك شويه النمسا لوطري. ايه لوطريش ما النمسا ما على بالي. ايبا ايناس كابيتان ولا ماشي كابيتان؟ الله غير كابيتان. قول لي علاه ابلواه. قول لي علاه باسكو ايناس عرفت النطق تاعها صح جايه في سراييفو صح والشلالات من اجمل الشلالات في المناطق في سراييفو عرفت النطق تاع البوسنه والهرسك صح ما استعرفي سلكنا 170 مليون مليح علاش معليه انا خير من هادوك على كل حال. صح انتم 160 10 ملايين بيناتنا. عبدو عبدو تالمو خلاص برد بالفيستا هذيك مشمخه هكا الحين له الفيستا خويا عبد الرحمن. امين سيد احمد السؤال الثاني تاعكم يقول يا ريت ما يجيش هذا السؤال كاكا فاس في البوسنه والهرسك. من هو احسن هداف جزائري للدوري الفرنسي موسم 63 64؟ سهله دبر راسك. هو سهله انا باسكت انت واش تكون فولي غير فولي صح هذه احتمال الاول 120 كيلومتر احمد وجاني. الاحتمال الثاني شريف وجاني. الاحتمال الثالث مصطفى الزيتوني. احتمال رابع جمال زيتوني. طوب كرونو سهلة سيري تعرفهم هادو؟ عرفت واحد فيهم. هادو خاوة خو هادو خاوة. دوك حنا واش لازم نديرو؟ أنا ما ندي معاكم ندي معاكم هادي. أنا نعرف عفسة سيكو دوزيام ريبونس شريف وجاني سامع بهذا الاسم. شريف وجاني سامع به رجلها في الجامعة نعم مراكش سامع به سامع به وراهي رايحة اليوم كيتي روح معاك روح معاك شريف وجاني معاك زيد هذه زيد هذه رايحة للمغرب اون ديسيد. أنا بنت لي مصطفى زيتوني وخلاص عيدة 63 بزاف شريف صاحبي عندنا الوقت عندنا الوقت. ثانية ليكيب كاين كاين الوقت كاين نقدروا ندوروا الاز خو خيروا في غرضنا. اخسير نجي معاكم دو انا طحت في الدو نعاود نجي معاكم دو خلاص انا دي 10 ملايين. اسمع خذ راي خذ راي اقلب اقلب روح الان راه خذ اقسموا كيف كيف ودي يا ما بقاش الوقت بدل راي بدل راي جيب موس علاش يا خو بدل راي خو احمد وجاني تعرفوه؟ انا هنا سيبون سيبون احمد وجاني نعرفوه خو تفكرتوا دقيقه ولا تفكرتوا اي 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 انا ابتداء من اليوم
عرفوا جاني راح نعومو وشك انا ولينا نجيب لومبولونس هنا وشاك مور شاك ايميسيون ديال لي زاناليز تالمو راح تهبلوني ولا في كل ايميسيون ولي نعيط كيما ايناس ديري وحده ايناس ديري عيطي لازم تخلعني بصح راه واحد يخلعك راه راح نولي ندير كيما ايناس ريح طريف في الطروه انا حنطيح تاكيت 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 نولي ندير هكا افتح البير تاع ايناس افتح البير تاع ايناس قلت احسن هداف للدوري الفرنسي اوكي تقولوا لي 63 64 ما كناش عايشين امين نعم كاين فيها جديد مع براعم والله ما سمعتك فيها جديد تاع براعم فيها فيها اخو تقعدوا توجور في المام ستيل بيقوا المام ستيل كاين اون ايميسيون ان شاء الله فيها فيها فايز راح ديروا ايميسيون حاجه تاع موند عرب ان شاء الله موند عرب ان شاء الله لا لا هذه الديريكسيون ايزيفيتي انا بشروق في الايميسيون تاعي فيها خير ما نقدرش نديفيلغي دوكا باسكو با اوفيسيال بور لو مومون مي فيها خير ان شاء الله لو موند عرب موند عرب عرب غوت تالونت ولا عرفتها هكا جو سي با وراسك غير هي على باليش عطيني نحسب برك في لاباس 70 مليون سنتيم 70 مليون سنتيم على احمد وجاني 63 خو 90 مليون سنتيم على شريف وجاني 90 مليون سنتيم شنو 63 1963 والله مشكل حنا نعرفوا من الالمان ورواح من 82 ورواح 82 ورواح شحال كان في عمرك في 82 موان 12 ans تا كنت بردان بالفيستا مشي مخان الحين لك الفيستا الاحساس تاعك دوكا كيفاش راه لي الاس 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 سكي سير وجاني هذيني يعني سير منها الاسم تاعو تلف لي نوت فاميلي حافظه دوكا يا احمد يا شريف يا احمد يا شريف راني سير منها هذه تما على بها قسمتو هكا باش تشوفوا اسكو تما معناتها في رايكم انتوما الان ولا دو واحدة منهم إجابة واحدة صحيحة واحدة منهم ولازم يسقط مصطفى زيتوني ولا جمال زيتوني بونسبور انا اسمح لي انا نقول ربما خويا جعبوب نقول ربما مدام امين لفت 70 مليون حطها هنا راح نعومو نعومو ابون ديكوفريو قضية الامر بسم الله ربي وقف السلام عليكم عندي مشكل كبير ايناس طبحي في بلاصتي دوكا انا نقعد كل ما نطيح بير ايناس 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 طبحي في بلاصتي طبحي خلاص خلاص نهضروا مع شاف ديكيب تاعنا ولا تاعكم قضي الامر اي شد روحك ماما شد روحك سي لو دو جونس سي لو دو لا ما كان مدير سيري ستريس السيد ربح ربح احمد وجداني ما امين تفاحه
واش بك؟ شربت. صحة عبد الرحمن مزية عندكم آمين ربحكم 70 مليون سنتيم. أحمد مجاني كيسيون بياج هداف الدوري الفرنسي 63-64 وين ماركا أكثر من 30 هدف. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. معلومة زيادة. المهم فريق شمال نادي لونس تبعي شويه سبور بيان سور. علاش؟ باسكو انا طفله. راني معاكم كابيتان تاعي معاكم والله راني معاكم اكيد بالله. راجل تسقسي هنا يتبع الفوت. نو راجل تسقسي هنا يتبع الفوت. اسمحي لي دقيقه. تدري بون غير حاجه نقول لك شي حاجه باش تشوف باللي الامارات الجزائريه عصبيه. اصبر رديها ان استطعتي. زيد زيد زيدو. انا قلت لك فوت. تا دي سبور سي انكور بيغ. او يا عمار انا ما قلتش لك تبعي فوت. قلت لك اسكو تبعي سبور سي انكور بيغ. سافيتير كي منعرفش جونغ جي با كومبخي. لا لا خلينا شويه شويه. عمار نزيد لك حاجه خويا. منايا انه ايناس تعيط وطيح في البير دوك. هاي يا ربي من فمك. السؤال الثاني لايناس يانيس وتزايرين كيقول من هو صاحب اول ميداليه اولمبيه في تخصص الملاكمه؟ كنت نتمسخر ما نتبعش كاع سبور. رديها علي انت استطعت. من هو صاحب اول ميداليه اولمبيه في تخصص الملاكمه؟ ما الاول سكو ملاكمه محمد علالو. احتمال ثاني محمد بن قاسمية. الاحتمال الثالث مصطفى موسى. الاحتمال الرابع حسين سلطاني. طب كرونو. أول زيري صاحب ميدالية ذهبية تاع البوكس الجزائر الجزائري. هامليك. أنا نقول بن قاسمية. دبروا راسكم. بن قاسمية سامع به. سامع به. ما سامع بن قاسمية. أنا لا لا علالو. علالو هاكي نقسمو. عجبني اسمه. خاوتي مصطفى موسى ماشي صاحب بن شيخ ما عنده علاقة مع. أنا بن قاسمية سمعتها بزاف من خاطر. أنا علالو. علالو جوست. معليش عافاك شنو ندير زعما شغل نشوفو إلا تجي. اسمع شفت الكومبا تاع بن قاسمية. جي جي مليحة. بن قاسمية. جي معاكم جي معاكم. لا 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 لا. ديروا ثلاثة على تربا. خامس مليح. أنا ندير بن قاسمية. علاش بصح تو سيتي سيغ أو با؟ أنا سامع بن قاسمية. وين سامع؟ زعما كي نقول لك اسمعي الكومبا تاع بن قاسمية. نو 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 ما تجيش مليحة. علالو علالو. علالو هنا واحد. علالو علالو. علالو. والله غير هو صاحب اول ميداليه اولمبيه في تخصص الملاكمه. ولا بن قاسم يغني واقيلا يغني بن قاسم. والله ما على بالي كاع يا اخي يا ناس. يغني يغني بن قاسم يغني. والله ما على بالي محمد بن قاسم يغني. صح عباك واش من غنيه عنده يغني. صح يغني. حبك كلصق فيا كي المسمار في المدريه. اوه هذه هي الغنيه تاعو. محمد بن قاسميه صح ملاكم صح يانيس. نفكرك في حاجه. هاك هاك قبل ما تفكرني في حاجه. نفكرك في حاجه برك وخمم بينك وبين نفسك. راه محمد بن قاسميه سي ان بوكسور بروفيسيونيل. تاع دوبليو في بي ماشي تاع الالعاب الاولمبيه. قريب قريب سمعت لك وجيت صا بوكسور بصح كوميم. ايناس وي دوري قدام دوري قدام. علاش علاش انا عايش بالزهر خاوتي. مصطفى موسى ما نعرفوش قالت بصح انا كي قلت لك بن قاسمية بوكسور. دوري قدام ايناس بن قاسمية بوكسور. علالو علالو صح غلط. ليكيب تاعكم يتضربوا بيناتهم. روحوا انا نتناقشوا ماشي كيتناقشوا. انا نتناقشوا ابخا شافا سمعوا لي كيقول لكم علالو سي علالو. عندنا الفار حنايا وفي الفار شفنا بلي وراولك ايناس جامي دلا في. والله كنو وراولهاش ماكلاش اقسم بالله كنو سافا با وكوا خافي لا وراولها وراولها غلط وهي راحت. شكون وراني علالو واحد ما وراني صلايا اسمو يما انسبيري علالو انسبيرك امين اقسم بالله كنو با
بوكو تاك تكذب انت غير باسكو اون فيت غير البارح حكمنا شامي دوري القدام دوري القدام واش بيك راني معاك في البير طيحي طيحانا اوكي واش بيك والله ما وريني ما شفتوش ميم با دوري القدام اينا خلاص ياي يما نهار اليوم حبي خلاص وي لا فوبي تاعك هكا العياط لا فوبي انا جاب لي ربي جبتي 1 مليون في الانستغرام بالعياط اينا سي انكرويب واتس هابن يدام لتحت تاري بقات لك زيري يديك صافي ديرك حنطيح صافي ديرك بوزالي طومبي وي اينا فراسي هاي تزيد عليها هاي تزيد عليها انا عارف هاي تزيد عليها هاي يا 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 غير هاي تزيد عليها سلام عليك سلام قولي لي برك وي والله جي با تريشي معليش تي لا با تريشي يا خويا الامل علاش محمد علالو اسمو جاني شغل الحلو هنا ساسكت قليلا ايناس هنا ساسقط قليلا الله العظيم ملاك جا اسمك جا حلو جاك حلو ها جو سي با يدخل القلب شغل علالو جو سي با في كوا في كوا لا قولي لي عاودي لي اسمو يدخل القلب جو سي باك سي كاكام تاع 50 مليون سنتيم على محمد علالو 80 مليون سنتيم 80 مليون سنتيم على محمد بن قاسمية نصيحة برك إذا تلاقيت محمد بن قاسمية غير ما كان تدخلوا بليتك وتغني لا لا بالي بلي بوكسور 40 مليون سنتيم على مصطفى موسى اللي هو من أوائل الملاكمين وش بيك تخلينا نخدمه ولا لا لا إيناس اخو كان عم ترموها شو غادي تفهم والله بالله غير ما هاي قضية الأمر هنا عيطي هنا هنا غير عيطي 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 بس هلا تشمخنا هدي تاع قضية الأمر وتكون حمراء أنا تهيقلت على بالك أقسم بالله غير تهيقلت يا أخو والله والله غير تهيقلت والله العظيم غير تهيقلت عبد الله تاع مقبل تاع القلب تاع القلب صعيب 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 الشيء صعيب صعيب ايناس نو يا بن قاسمية طيحوني إيه خلاص خلاص دوكا كاين تحت داو قعدنا غير انا وياك اه قعدنا غير انا وياك البوك اي وشنو حبيت بقى لنا محمد بن قاسمية مصطفى موسى وحسين سلطاني حسين كلام اش تعرفوا حسين سلطاني شكون هذا حسين سلطان قول لنا شكون قول لك شكون قول لي حسين سلطاني سي ان بوكسور وربح عدة ميداليات أولمبية في الملاكمة اخويا وهو اللي ربح الأولى حبيت تعرف دوك نشوفوا قضيه الامر هذه شو غير بدل هذه القضيه الامر عم بالك اقسم بالله غير خنقتني كاع قضيه الامر دخل انا قضيه الامر السوق وانت عايز ترك يا ناس اه يا اخي زعما يا اخي اوه بالك فادو في زوج صحاح بالك ربح بالك في زوج اتونسيون سيراك سير روح حسين سلطاني شفا مليح على هذا الاسم يعطيكم الصحة اللي جيتونا بارك الله فيكم تزايرين قول والله معليش من التروازيام كيستيون مي سي با غراف قضية الأمر خاطر موني زير روحك زير يديك راني مزير راني مزير راني مزير خلاص هبط راسك بالك تزايرين راه تهبط هبط راسك باك تخيس روحك ايه
درت بالعاني مصطفى موسى رحمه الله اول ميداليه 84 لوس انجلوس برونزيه وتوفى مؤخرا نهضروا عليه كاع لي ريزو سوسيو اكو تخسر بزاف دراهم وبن قاسميه ماشي شونتور بالا كيشوفك وعلالو علالو علالو سي ان بوكسور فوالا في اربعه سي دي بوكسور يما اي شوفوا فيا هيا تروازيام كيسيون لعبد الرحمن حامي تفاحه وسيد احمد بيان سور ركزوا انا 70 مليون عبد الرحمن سؤال ثالث لفريق براعميق السؤال يقول من هي بطلة مسلسل المصير استاذك امين من هي بطلة مسلسل المصير سهله هذه يا سهله هذه لوني سيدي يوما راكي تبدي في لي كادو من هي بطلة مسلسل المصير احتمال الاول ملكة بالباي احتمال ثاني صباح صغيرة احتمال ثاني ثالث زارة حركات الاحتمال الرابع نوال زعتر طوب كرونو صاحبي زهرة حركات سهلة 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 ما نعرفش نقول زهرة حركات من هي بطلة مسلسل المصير ملكة بالباي حسوها صباح صغيرة زهرة حركات تروح لنوال زعتر نوال زعتر ملكة بالباي روح روح الحركات انا راني مازال عندكم تقريبا 30 ثانية ها علاه اخو ما خصناش نخسروا دراهم ديك الناس مساكن تاخذ رايه تاخذ رايه نوال زعتر روح نوال زعتر روح كات كات روح الزهرة حركات روح 20 سكوند امين خليني زهرة حركات روح نوال زعتر انا ما بديش صباح الصغيرة اخو ها يا روح هروه 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 خامر مليح نعم ريح ريح مبقاش سيبا أسهل من هكذا ما كاش نعطيك أنديس أمين نعطيك أنديس ولا لا أعطيني راح ندخل لنا مقري ملكة بالبيت معليش نعطيك أنديس اسمع وورد لي الخبر اسمع اسمع عرفت شكون هادي صباح الصغير اخويا شكون صباح راك سير اني سير راك استعميتها امين استعميتها 30 مليون سنتيم على ملكة بالباي عبد الرحمن كنت مانسيستي قراب على صباح الصغير على خفنا خسروا 20 مليون سنتيم ربي معاك خويا اوتوماتيكمون سيد احمد 20 مليون سنتيم اللي بقات على زهرة حركات علاش زهرة حركات والله غير صراحة مسلسل المصير راني ناسيه كاع مسلسل المصير راني ناسيه كاع فيه ألمع نجوم الفن الجزائري في هذا المسلسل قضي الأمر انا راح نطيح بايلا زيرو لواحكم انا بزير واحد فيكم راح يطيح انا هو اللي راح نطيح وتصرالو كيما حبك ملكة بالباي بصح معليش ايناس اضربيه في العيطه تاعك عيط انا بالك ايناس صح امين بجد روحك عمار انا جو بونس كو ملكة بالباي قديمه كيفاه نحبها ونعزها خيرتها بار شوا ملكة وي
ماليكا سي ان غروند اكتريس لايبال يعني سي كل شيء خير انا سي مسلسل من اخراج جمال فزاز فزاز معروف هو بارك الله فيك سي امين شمختني ليها ليها راهي تدعك عليك الضحكه تاع الشريره قضي الامر يا 20 مليون يا ما كاش لو كان يخسر روح الله فينا صار هذه تا يوقف هنا ويطيح نورمال يقول غافل تلاقينا في مدرسة عجبتني اون طونك بيرسون خيرتها على حسب السؤال المصير لعب فيه فريده لعبت فيها عفوا فريده صابونجي رحمها الله لعبوا فيها لعبوا فيه بزاف فنانين اون بليس صباح من بليده ارسلان ها ايه الغلطه تاعي اون بليس البروبليم فاش خلاتني صباح من بليده من بليده شنو نقول لك الحومه هذا شنو نقول لك معليش سي با غراف خويا مازالت 20 مليون سنتيم عندنا نروحوا لايناس السؤال الثالث ايناس يانيس زايرين زيرو لواحكم داكور راكو خاسرين بزاف دراهم شفتوا انتوما ولا فرقة براعم راكو دايرين ان موفي ديبار مازال على نصف النهائي والنهائي وان شاء الله تروحوا لنصف النهائي السؤال الثالث لإيناس يقول كم مدة حمل الفرس؟ يا خو هادي شكون الفرس؟ كم مدة العود؟ حمل الفرس ماشي بزاف ماشي بزاف الانت تاع العود خويا تاع هل تاع العود العود اي ناس شبال الحصان العود كاين الحصان كاين العود والعوده صح الحصان سي عود الاحتمال الاول يا خو من 8 الى 9 اشهر هذا الانسان الاحتمال الثاني من 9 الى 10 اشهر الاحتمال الثالث من 10 الى 11 ان شاء الله الاحتمال الرابع من 11 إلى 12 شهر طب كرونو واش عام الفرس خاوتي اسكو نقسمو ولا نديرو كلش في كيسيون واحدة لا لا ما ناخذوش الريسك نو نقسمو 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 20 20 بس انا نقول العام نمد لك 10 انا وياك نروحو لبلاصة واحدة 12 شهر سايكزيست واحد يحمل عام اسكو دقيقة ما بقالكوش بزاف دراهم الى 8 انا تاخويا ريسكيو الى 9 ماشي عام ماشي عام ماشي عام ماشي عام لا لا ماشي عام اتون بالك كيما العباد بالك سان بيير كيما العباد ماشي عام اربعه نحوها اربعه ما كان اربعه ما كان ما كان لا ردوا بالكم كاين بياج هنا بالك كيما العباد نفات كاين بياج ما العباد العباد نو في سان مامي فيغ نو او نو ما عندهاش معنى ما عندهاش معنى فقعد قاش الوحده شو بين زوج وثلاثه كيما العباد كيما العباد على ثلاثه على ثلاثه روح كيما العباد واحد 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 علاش رميتوني هنا على ثلاثة وما نضمنوا شوية بلا كيما العباد عقلنا كاين بياج سي كوا البياج بلا كيما العباد ما تامنينيش معليش أموا إلا كيما إلا كيما العباد إلا كيما العباد قال عندك 20 نو جو بونس سيتي عام نقدر نبدل واش تبدلي قولي والله روح روح صح روح ايه بيان سور نو سي سا لو بياج تفضلي نو نو تفضلي نو غير بطلت بصح كيفاش تقولي نقدر نبدل نقول تفضلي تقولي لي نو ما في قلوب راك حاب تشوفني نطيح نو من عندي انا تفضلي لا لا علاش خفتي خفت باسكو جو تفي با كونفيونس اه جو تفي با كونفيونس اه في لو ايناس دوري قدام ايناس نقدروا نشوفوا انا لو ماركيت شوفي لا كاميرا تاعك اوكي كو لي انستغراموز قاعد دخلوا في التمثيل واه تي دخلتي في التنشيط اسكو نقدروا نشوفوك دون اون سيري كدا سي ان بيس باش نطيح والله والو اوكي سا ديبون 10 شهور زعما
اذا سي ان رول كي مانتيريس و اذا عندي موهبه ديجا ماشي باسكو يتبعوني راح نلعب لازم ندير حاجه مليحه سينو ما كان لا يا لك كل حال عندك موهبه ليك ماما صافي العياط فوالا يا اخو بروبوزاو لك ديجا اروح معايا باش نامنك روح معاك هاي انا نقصر معاك وي سي ديكو لا كيسيون انا اللي نهضر معاك وما كنت تضربو واش نضربو انا نتناقشو دائما نتناقشو خويا كي نجي لعندكم تناقشو روحوا مالا حنا ايناس اخو شكون لي بروبوزالك شوفي لا كاميرا تاعك ما نقدرش نقول اسماء على سكريتيطا على رفضتي شوفي القدام من الصباح قول لك صح علاش رفضت قالوا لي نحي الحجاب با 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 عطوني ابلو كبيره انا نقولها لكم سينيالكم من عندي انت امراه بألف رجل هنا صح اخويا ستار بك هنا تفاديني معك ميرسي 20 مليون سنتيم في 9 اشهر من 8 ل 9 ماما 20 مليون سنتيم و ايماجيني كان عام بلقينا البياج جون سي مون انتويسيون لا بروميير عندنا وحده صحيحه سي سا ماما يلا جي افيشا والدراهم برك بالك جو بونس انا عام صح صح لو كان تخصني نقول لك عام صح انا قلت لك روحي بصح هاد العفسه فيها اللوج بصح كي قلتي انا نقول لك روحي مي راك حاب تشوفني نطيح وانا نقدر نبدل سبحان الله انا نقول لك روحي العام وين تبدل انت ليك روح روح خويا روح خلاص روح خلاص خلاص ها ريحانة بصح واش بكم كاع موسوسين مني وسوسنا لك لهاد الدرجة انا مصدر تاع ما كاش كاع ثقة ما راكش معانا روح 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 صوتي انا ماشي كي اوه ايه احتم لو كان تكون الإجابة صحيحة عام اسكو تتحملي المسؤولية تاعك وي devant ton équipe maman oui ou tu vas prendre les mesures 20 30 40 millions de remboursés oui bien sûr ça le problème c'est que desiring قال لك روحي الان desiring على جالك على ضمانتي ما بقول انت on verra على ضمانتك على ضمانتك 10 ملايين سنتيم على 10 اشهر من 9 ل 10 مليون يا نيس علاش جيت ل 10 اشهر شوف القدام شوف القدام علاش جيت ل 10 اشهر شوف قلت ما كيما البنادم ما نزيدوش عليها حتى العام قلت نحكموا الوسط دا تعرف خير الامور اوسطوها 10 ملايين سنتيم على 11 شهر راني حاكم على الوسط تما ما بين العام و حيت صحيح ديزاينك عبالك لو كان نخسر وانت خسرتنا جامي كيف الجامي انت قلت لها روحي للعام الطفله كانت رايحه للعام انا قلت لها ولو كان ربحنا ربحتكم ثاني ولي ربحوا انت ربحتهم اذا دارت الكريم هاد الجاس يا ايناس حنطيح خلاص هلا ايناس ايناس قضي الامر جوز هذه قضي الامر خلاص ايناس خلاص يا ايناس خلاص او ثلاث مرات احنا نطيحوا خلاص بالدام بالدام هاي 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 سي موا سي موا سي موا سي انكرويبل يا يما طبع ناقص واحد Desiring. Ça dépend.
نشتر من روحي سمعت وحدي يا نيس نعطيك نواضر ولا ما كلا ثمانية راي قضي الأمر ما قصرش منفى معايا ديرك قضي الأمر قضي الأمر وين على بالي أنا يا وين على بالي أنا عوج حالي قاعد بيبي في قرشو أنا ريح زير يديك يا نيس أغلق يديك يا نيس أغلق يديك للقدام للقدام فوالا علاش 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 هذه هي الملحباش مي ماليش مازال معنا فرقة مرائم قبل لعبوا على 20 مليون سنتيم ولكن عفسه في الميسيون تاع اليوم اب ما ايناس ابتداء من الاسبوع القادم الصون تاعنا راح نبدلوه عباك شنو نديروه جوز لي تشوف امين ديروا هذا سينياتور جديده سينياتور تاع الجيل الجديد ديه والبروبليم كانت عندها لا بون ريبونس تزايرين قالها لا روحي للآن وانت انسيستيت قلت لها وانا انسيستيت وكنت راح ندخل في حرب مع المخرج كنت نخليها تروح للكات هي ما دارتش فيها كونفيونس ما دارتش في كونفيونس خويا قالت لي ما نروحش ما دارتش في كونفيونس يا خويا تحمل المسؤولية انا خويا يا خويا ناخذ لك الراي انا وين تديني راني تما دير معايا كونفيونس انا معاك كونفيونس جاوب دوكا تاع الآن روح ديريكت للآن ريح 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 هيا والله 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 ثلاث خطرات غير راني ديكوفري في لي كيستيون معاكم كي نقرا اوكي فهمتك ما يديروش فيها كونفيونس 20 مليون سنتيم اذا تربحوا في هذا السؤال راح نروحوا للنصف النهائي نو صراحه عمار حنا ماذا بينا نربحوا هذه 20 مليون ولا سي بور ايدي لي جون صراحه ماش حابين نروحوا بيدينا فارغين راه نطرح لك السؤال اذا عرفتوه راح تروحوا للنصف النهائي اذا ما عرفتوش اوموا المهم المشاركه والمحاوله أوكي. والناس الشعب الجزائري يعرف المعدن تاعكم اي اوكي سنه ماذا بيا تربحوا ان شاء الله سؤال اللي يفصلنا عن النصف النهائي لفرقه براعم يقول من هو صاحب اغنيه العشق الممنوع شبع عقيل قل على ما تعرفوهاش شبع عقيل حبس من هو صاحب اغنيه العشق الممنوع الاحتمال الاول كادر جابوني احتمال ثاني روح الان شاب حسني احتمال ثالث نو الله يرحمه شاب عاقل احتمال رابع شاب بلال طب كرونو امينه اللولي يا تكون صعيبه بزاف يقلع وقبيحه بزاف يا تكون عاقله بزاف قال له الحسين ها ولا لا 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 ولا لا 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 جاك المرسول عمري صباح يتعاس ايوا الله يرحمه ان شاء الله شاب عاقل صح قلت صاحب الاغنيه ما قلتش من غنى الاغنيه هذه ما خممناش فيها صاحب الاغنيه ما عندك صاحب الاغنيه ما عرفتش شكون كتبها شغل كيما وليد خالد مول باش صاحبه ولا مولاها تي فيو دير اللي غناها تي فيو دير اللي كتبها ما على باليش اللي جاتو الانسبيراسيون باش يكتبها سؤال قدامكم ما تنسونيش امين انا تاكل عليك خذ رايي صاحبي ما نعرف 10 ايوا في اخر باي باي قلت صاحب الاغنيه صاحب الاغنيه كتابه وتلحين ما قلتش من غنى
قلت من صاحب أغنية شبيلة لك اش كيفا شك هذا الجابوني جامي غنى درافس اسكو على بالك شاف حسني الله يرحمه نعرف غنى اسكو على بالك بلي شيخنا بلال موفق عنده أغنية على العشق الممنوع بلال موفق شاب بلال ما انت ها دور قدام خويا دور قدام هاني ها فهمتك دونك ايه اسكو على بالك امين بلي شاب بلال موفق عنده أغنية واسمها العشق الممنوع متنا جبنا بيغرقنا متنا تعرف دير حس حس امين تعرف الأغنية تاع مازال مازال سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها عيط نعرفها هذه هيا راح ان دو تروا سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها انا راهي مغبونه ولا مهنيه في التليفون تبكي وتقول انت عمري يا مهما صرا صرا الله يرحمك صاحبي نموت عليك ونحبك وعمري ما ننسى اليامات اللي دوزتها معك الله يرحمه ربي يرحمك عاقل الله يرحمه عباك تكون سير وقدر تكون ماشي سير في هذه الاميسيون خالتي اقسم بالله ها قدر تكون سير بصح ما تجامي تكون سير في هذه الاميسيون جامي تكون امين قلت صاحب الاغنيه ما قلتش شكون غنى أغنية العشق الممنوع أنا جامي شفت أغنية عندها صاحبها عنده لي كاتبها على خويا كنتو حابين تربحوا خسرتونا في 20 مليون قضية الأمر أها علاش بالك هو اللي كتبها هو اللي غناها عندك بيبليك يدير الضغط خو اليوم راه نلعبوا في نصف النهائي فيها خير فرقة برايم 20 مليون سنتيم العشق الممنوع من تلحين وكتابة وأداء شاب عاقل المرحوم عاقيل رحمه الله 20 مليون سنتيم رانا في نصف النهائي راهو ليها حبيبنا أمين ما هو يسمع والو راح نطرح لكم سؤال الاحتمالات تقلصت كما على بالكم ويلزم تجاوبوني على السؤال تاعي ويلزم يكونوا متطابقين في الإجابة مع أمين أوكي؟ أوكي إن شاء الله سؤال نصف النهائي يقول يصادف اليوم العالمي للبيئة يوم يصادف اليوم العالمي للبيئة يوم الاحتمال الأول 5 أفريل احتمال ثاني 5 ماي احتمال ثالث 5 جوان احتمال رابع عفوا هيا طب كرونو 5 أفريل 5 ماي ولا 5 جوان اليوم العالمي للبيئة اسمح لي كيفاش راح سيد أحمد سير من نفسه راك سير سيد أحمد صار عليك شوف القدام راك سير وي اسمح لي خويا عندك في الراس مازال عندك الوقت سيد أحمد ما تخسرناش في 20 مليون عبدو ما تقسموش اسمع ثلاثة هذه ولا ثلاثة الأخرى على بالي جوان هلا اليوم العالمي للبيئة سيد أحمد 5 جوان راك سير نورمالمون
70%. بصح انا قلت لك اليوم العالمي للبيع، ما قلتلكش لا سيزون استيفال. لا ماشي لا سيزون استيفال، اليوم العالمي للبيع. عبد الرحمن كيفاش راك تشوف؟ ربما البيع على عامي ومع عالمي لازم تحافظ على البيئه 365 يوم. خليكم كيما راكم، انا نروح عند امين. يا اخي راح نطيحو. نحي الكاسك تاعك خويا امين. سكي سير بوزيت لهم اون كيسيون وريبونداو لي. بصح عندي ان بتي بروبليم. واش ما بروبليم؟ بالك يقدر يكون كرون ليك. انهم اختاروا بير واحد في زوج. كونسونتري. السؤال اللي بوزيتو لهم يقول: يصادف اليوم العالمي للبيئه يوم؟ يصادف اليوم العالمي للبيئه يوم. الاحتمال الاول 5 ابريل، الاحتمال الثاني 5 ماي، الاحتمال الثالث 5 جوان. عندي وقت، عندي وقت نخمم. ما عندكش الوقت ما عندي والو. دونك غير نهبط وحده بالعقل حتى ونقول لك انا. تهبط زوج وتخلي اجابه صحيحه. دونك انا هذه نقدر نهبط بها كاش واحد. حبس حبس بلاك. فهمتك فهمتك. بالعقل لا لا. وشنو هو الاحتمال الاول اللي راك تشوفه باللي ماشي كامل يوم العالمي للبيع؟ انا جو بونس احتمال كاع قراب كاع قراب. عمار قلت لك سي دي كيسيون بياج. ما قدرت لهمش ما قدرت لهمش فري ما قدرت لهمش. صح. واش راح تقسيم الديبار؟ انا واش راح نحي؟ انا جو بونس نحي 3 5 جوان. تنحيها ولا نخليها؟ والله ما على بالي. دبر راسك. نحي افريل اليوم العالمي للبيئه بويسك افريل تبع نقطه ما باليش عندها علاقه مع الربيع البيئه جو سي با. نحي 5 ماي ما عجبتنيش. حط يدك عدو نحسب لك حتى لثلاثة وقصي 5 ماي. اوكي اوكي. 1 2 3 طيح البي رقم 2. ضربة كبيرة شوية فيها خير. مش فيها وش صرا وش صاري عمار فهمي الله أعلم. وبعد شوف هيا دوكا لازم تخلي لي إجابة وتقصي إجابة. تقصي 5 أفريل ولا تقصي 5 جوان؟ ما تجبدش حتى وين نقول لك. نحي 5 أفريل ولا 5 جوان؟ آه جوان جو بونس يوم العالمي خليوه. خلي 5 جوان الصيف. اه تنحي 5 افريل. شو الستريس راه تاع صحابي؟ اسكو طاحوا ولا ما طاحوش؟ كيفاه اسكو طاحوا صحابي ولا ما طاحوش؟ وانا وين على بالي خويا. انا معاك خويا العزيز. هيا 5 افريل 5 جوان. 5 افريل. حط يدك على رقم 1. ناحي يدك من 3 ان شاء الله يكونوا يربحوا. لما نحسب لك الثلاثه اقصي لي رقم 1. اوكي اوكي. 1 2 3 نقصي والبير رقم 1. ما سمعتش بلخ. دونك ما سمعتش بلخ فيها خير. ضربه كبيره. اه طلعوا لي السيتار. طيحتهم. ما تدورش راسك. اسكو طيحتهم عمار؟ زعما انت فيها رايك طيحتهم ولا لا؟ لا ثقبتها. ما قروهاناش في درس الوسط يا عمار لا غالب. زعما طيحتهم ولا لا؟ لا ما تدورش ما تدورش. انا جو بونس كو ما طاحوش. ما سمعتش بلخ هذيك الواعره باسكو راهم دو بيرسون راهم في ترو واحد. حبيت نسيك في الجروب تاعكم شكون يكتب الاغاني؟ سيدي سي باتريمون هذايا ماشي نكتبوهم مي كي رانا نكتبو دوكا بو لو مومون ليكيب كانت تشتغل معاك تعرف. صافي بليزير دور شوف مورا. مازال 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 روح روح مازال خويا مازال. اوكي خيرت انت وصحابك اه لو 5 جوان صح. ما على بالناش اسكو الاجابه صحيحه ولا لا. لا ما على بالناش اسكو الاختيار اللي درتوه اللي كان متطابق في زوج راهي ليكم اسكو صحيح. لا 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 روح خويا نروح معاهم بيان سور. وقف حبيبي راه نشوفوا اسكو الاجابه صحيحه وروحنا اليوم للنهائي. قضي الامر.
ضربت القلب تقلع تشاك في ثلاثة خوتي وهرب حتى حاجة متقلعة وي لاكينا نتاع اليوم راه نلعبو على 20 مليون خوتي واش رايك صاحبي؟ لو 5 جوان 72 نعقد مؤتمر في السويد ونقرروا بانه هذا اليوم هو اليوم العالمي للبيئة. طريبيا انا ما كنتش عارف لا ريبون صراحه بصح حسيت بخاوتي سبحان الله يا حسيت بخاوتي انا تقفنا خويا الحمد لله سلكت على خير والاحساس تاعك راه متقف فاني حسب ماني نشوف خويا الحمد لله احساس متقف ما خيبناش الاحساس المهم 20 مليون سنتيم الجمعيه خيريه اللي راح تربح اليوم وراح تديكوفريوها اسفل الشاشه مع نهايه الحصه حاولوا تركزوا ماذا بيا انا حاب تربحوا لي ان شاء الله تروح لهذه المحتاجين الناس. ان شاء الله تروح للمحتاجين فوالا يلا ان شاء الله يا رب سؤال النهائي لفرقه براعم نهار اليوم يقول من هو مخرج الفيلم الجزائري كارنفال فيتشا من هو مخرج الفيلم باين. الجزائري باين. كارنفال فيتشا احتمال الاول باين نو بن عمر بختي احتمال الثاني محمد وقاسي طوب كرونو باينه ما تزبط معنا باينه كانت باينه تكفيكي ماك سيفيني واش ديروا بن عمر بختي لا واحد بن عمر بختي مدام دليلها اثنين محمد وقاسي كارنفال في دخشه 40 ثانيه واش ندير انت لو كان جات لك لا ريبونس واش تريبوندي الاجابه الثالثه امينه لونيس ماذا بيا الببليك يخير واش تقولوا دولا 1 على صراحه دولا 1 واسمو ولا خليهم يقولوا لنا تاتش مع دير فيهم كونفيونس لا بلا بلا ما نقدروش نديرو فيهم كونفيونس نديرو 2 واش راك حاس انا مانيش حاس راك حاس راك حاس مانيش حاس شوفوا الاحساس تاعك اذا ينقد هذه المره تاعك يلا بقاش نخيروا 2 نخيروا 1 نقدروا نبدلوا لا ريبونس كاش كيفاه محمد اوقاسي راح تهبلني دوكا ولا كيفاه ما على باليش انا انا جوبونس كو محمد اوقاسي انا جوبونس سيغمون ما على باليش دوك لا ابار الى خيبني ظني تغني لي دبر راسك نغني واش نغني تيت ماشينا غنيها لي دوكا هاك نغني تيت ماشينا تيت ماشينا انا غني لك كانت باينه تكمل كيما هاك راح نعومو خلاص بصح انا قلت لك انا نقول لك حاجه محمد اوقاسي فيها خير لا فيها خير واش رايك تاعي اني حاسها سيدي واش راك حاس اني حاس انا راني حاب نسمع تيتي تماشينا تسالي خويا واش انا اللي غنيها نغنيوها دوكا غنيوها في ثلاثه 1 2 3 ماشينا جات العوده تدينا طيط ماشينا جات الغرقه تدينا تيتي تماشينا بعد ماشينا جت العودة تدينا ماشينا جت الغودة تدينا تدينا أبشر الجرود أربعة خمسة يعطيكم الصحة صافا في بليزير ربحتوا ولا خسرتوا درتوا مجهود كبير لفعل الخير يعطيك الصحة أمين عبدو سيدي أحمد قضي الأمر ستريس على الباك وتاع الزواج ماشي هكا خويا